معنا الآن دكتور سعيد عفيف. مرحبا بك معنا سعيد عفيف. شكرا. صباح الخير. صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. كتنبهوا الأهمية ديال تراجع نسب تلقيح الصغار قل من عامين. هذا الأمر اللي كتقولوا بأنه خطير وخطير جدا في هذا التوقيت هذا. علاش بنيتوا هاد التحذيرات هذه وعلاش كتنبهوا في هذا التوقيت هذا سعيد عفيف؟ كننبهو كما نبهت ليه المنظمة العالمية للصحة وجميع الدول أنه ما خصناش نغفلو على التلقيح عند الأطفال الرضع ما دون 18 شهر، لحقاش نعرفو بأنه الأمراض اللي تحميها التلقيحات يمكن يكون عندنا تكاثر ديالها إلى ما كانش التلقيح، بحال البوحمرون، بحال العوية، بحال الميننجيت. هذا الشيء هذا تنبهوا عليه، لحقاش تنشوفوا بأنه كاين واحد التراجع ديال الناس بسبب الحجر، أنه ما بقاوش يزوروا العيادات. هذا بالنسبة ديال العيادات، وكذلك فاش اتصلنا بالإخوان في العيادة ديالهم أو الطب العام أيضا. كاين علاش، ولهذا احنا طالبنا باش وزارة الصحة والمديرية ديال السكان اللي تتكلف باللقاح، طلبناهم باش يديروا وصلات تحسيسية للناس باش يديوا ولادهم يا اما في القطاع العام ولا في القطاع الخاص باش يكملوا التلقيحات ديالهم. وحنا تتعرف بانه مثلا وحتى في القطاع العام ولا القطاع الخاص دابا كاين واحد النظام جديد. نعم، وزاد مع هذا الشيء ديال الكوفيد 19 انه كاين وسائل ديال الوقايه في العيادات، انه ما تنستقبلوش الناس بزاف، تنستقبلهم بالمواعيد واحد بواحد، ودونك حتى واحد ما تيتلاقى مع الاخر. انه عندنا وسائل الوقايه، وايضا فاش يدخل العير اما الاب ولا الام هما اللي تيرافقوا الطفل، وإذا جميع الوسائل ديال الوقايه مديوره باش ما يكون حتى شي عدوى بالنسبه للطفل، وايضا باش ما تكون حتى شي عدوى بالنسبه للاطباء الاطفال ولا أولياء الأمور ديال نعم ولا الناس العاملين. سؤال هنا كيتعلق، واش كاين أرقام مضبوطة مثلا كتبين لكم هذا التراجع هنا في المغرب، ولا هذه فقط تنبيهات ديال منظمة الصحة العالمية باش الناس اللي كيسمعونا يفهموا الأهمية ديال الأمر هذا؟ حنا التنبيه ديال منظمة الصحة العالمية، ولكن حنا شنا باسكو باش يمكن لينا نهضروا، شنا الإخوة الأطباء ديال القطاع الخاص لا في الدار البيضاء لا في الرباط لا في طنجة لا في فاس، وكاع رؤساء الجمعيات ديال هاد الجمعيات أطباء الأطفال في هاد المدن كلهم قالوا بأنه كاين واحد التراجع بالنسبة للقاح. وداك الشيء علاش كما تنقولوا بالفرنسويه ولا بالعربيه دقينا ناقص الخطر، باش نقولوا راه خاص يكون واحد التحسيس من طرف الوزاره الوصيه، وهذا الشيء تديروا انتما فمشكورين عليه، باش ماشي نساليو من الكوفيد ونشوفوا امراض اللي توصلنا، لحقاش عندنا واحد الجدول ديال اللقاحات اللي عند المغرب اللي تضاهي الجداول اللي كاينين في الدول المقدمة. إذا ما بغيناش هادشي اللي وصلنا ليه أننا نضيعوه في هاد نعم. مثلا في هاد الوقت ديال الحجر الصحي، وهادشي مهم. ولهذا احنا وتنشكركم وتنشكروا جميع المنابر اللي انتم بديتوا، نتمنوا أنهم الاخرين تاهما غادي يكملوا باش يكون الوعي كما تنوعيوا
بالنسبة للكمامات، بالنسبة لغسيل اليدين، بالنسبة فاش نوعيو أيضا الأمهات والآباء أنهم ما يتهاونوش على تلقيح ديال وليداتهم. نعم، التلقيح كاين يعني دايرة الدولة في المصحة ديالها أيضا عند القطاع الخاص. أنا بغيت نخلي لك أيضا كلمة توجه فيها كرسالة لبعض الناس والآباء اللي عندهم وليداتهم، كيف ما كتقول قل من عامين وراه ما خصناش ننساو كاين الكورونا الآن، ولك راه أمراض أخرى حتى هي خصنا نحبسوها باللقاح ولا بالتلقيح. عدد من الناس كيتسائلوا خصهم يخرجوا خصهم يتنقلوا، بغيتك توجه رسالة لهاد الناس اللي عندهم وليدات صغار الآن أو عنده يقدروا يوصلوا أيضا هذه الرسالة للناس أخرين جيرانهم أحبابهم فين ما كانوا. رسالة مباشرة منك سعيد عفيف. الرسالة المباشرة هي تنطلب من جميع الأمهات والآباء أنهم يحافظوا على اللقاحات ديال وليداتهم، أنهم يتصلوا بالطبيب اللي متبع وليداتهم ويأخذوا الموعد ويمشيوا يديروا اللقاح ديالهم باش ما يكون حتى تأثير أنه هاد الغياب ديال اللقاح يكون تأثير على وليداتهم ويديروا هاد الأمراض اللي هي اللقاح تيحمي منها. وراه جميع زعما أنه حنا كأطباء الأطفال تنتخذوا جميع التدابير ديال الوقاية باش كل شيء يدوز أحسن ما يرام وباش الوليد ولا البنية تاخذ اللقاح ديالها، وان شاء الله باش فاش يدوز هاد العدوى ديال الكوفيد 19 ما يكونش عندنا مشاكل اخرى. كما توجهنا ايضا الناس اللي عندهم امراض مزمنه انهم خاصهم ما يخل مثلا الثقه والحساسيه انهم ما يتهاونوش على الادويه ديالهم باش ما يكونش تفاقم ديال المرض ديالهم في هذا الوقت ديال الحجر الصحي. نعم، سبق لنا تكلمنا معكم يعني كأطباء القطاع الخاص حول العمل ديالكم، أن العمل راه مستمر كتقولوا العدد من المغاربة يعني وزعتوا بيانات في هذا الموضوع، راكم ما متوقفينش عند العمل، يكفي فقط يعني ياخذوا الناس موعد ويمشيوا لعندكم. بقي هذا الأمر مستمر لحد الآن أم لا؟ لا، باقي هذا الأمر مستمر. إذا كاين واحد تنعرفوا بأنه بحكم الحجر الصحي الاستشارات الطبية نزلات بواحد الطريقة كبيرة. علاش؟ باسكو حنا قررنا باش نعطيو استشارة عبر الهاتف تيلي كونسلتاسيون مجانية. دونك أي في أي وقت اللي الأب ولا الأم ما تجيبش ولدها رحنا تكلفوا عبر الهاتف، ولكن اللي تنقولوا لهم أنه مثلا فاش يكون واحد المرض اللي خصنا ولا بد نشوفوا فيه الطفل خاص ولا بد تكون زيارة العيادة، وما بين الحوايج اللي خصها تكون فيها زيارة العيادة فهناك اللقاح. وحنا راه كل شيء رهن الإشارة ديال الأطفال ديالنا وديال الوالدين ديالهم أننا نتعاونوا باش ندوزوا هاد الحالة الوبائية، وأنهم وليداتنا والمواطنين كلهم يكونوا في أحسن ما يرام. ونتمنى ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى أنه نخرجوا من هاد الأزمة. وهنا نبغي نوجه الشكر كرئيس جمعية صاحب الجلالة على كل ما يقوم به، وأيضا الحكومة المغربية. وتنقولوا النداء الأخير الله يخليك اللي ما عندوش علاش يخرج يجلس في داره، لحقاش تيحمي راسه تيحمي عائلته وتيحمي المواطنين والمواطنات. وبهذا الرسالة من عندك سعيد عفيف رئيس أنفوفاك ماروك وأيضا رئيس الجمعية البيضاوية لطب الأطفال، كنشكرك وكنقول لك شكرا أيضا دائما على هذه التوضيحات.